مساء الخير مشاهدينا، مساء الخير كل الناس اللي بيتابعونا على قناة سات سبعة. مساء الخير شداي، جويس، تمار، زوزو، جوزيف عيد، كيفك؟ زوزو، زوزو بالكنيسة، جوزيف على التلفزيون. كيفكم؟ شكرا لك. حلقة جديدة مبلشين فيها. مساء الخير بول وكمال، هلو، كيفكم؟ مسي على الكل، تمام، ننسى حدا. العالم الآخر هنيك بتاني أوضة. مساء الخير بالكنترول روم، مساء الخير الكاميرامانية اللي عم يحضرونا لايف وراء الكواليس كمان. مبسوطين اليوم هيك مبلشين حلقة ومبلشين هيك مثل قاعدين بالصالون، كانوا قاعدين بالبيت، بدنا شوية نسكافيه وبوب كورن وكل أمورنا بتكون بخير إذا الله راد. طيب نبلش، ريكو مشتاقين له، كل ما بيغيب ريكو أنا بتقمص دور ريكو وبسألكم السؤال، كيف كان أسبوعكم؟ شداي كيف كان أسبوعك؟ شو صار معك؟ شيء هيك تعلمتي شيء جديد هالأسبوع؟ شو صار هيك؟ شو الهايلايت تبع الأسبوع؟ كان أسبوع فاضي، أول مرة هيك حسيت حلو. ما في شيء، ما في درس، ما في فحوصات، مرتاحة. هايلايت حلو. جويس كله مثل بعضه، أنا صدق ما في، أكيد مليان مع الأولاد وبالبيت، أنا تركت شغلي صوب بالبيت مع الأولاد و وقت حلو مع ومعزوق. جوزيف دوري، ليش قفيتي حالك؟ لا ما عم تفضل تتفكر. انا كان اسبوع منيح يعني بهالشغل، كله وقت ركض بركض، وبتعرف الشغل بضل يجيك اشياء جديده صح، فبس انه بالاجمال كان كثير حلو. انا كان اسبوع تعلمت فيه كثير اشياء من الرب، يعني كان اسبوع اذا بدك تعليم، هو استاذ وانا بتعلم بس، فكان وقت حلو وبعد ان شاء الله ما يخلص. انا كمان كان اسبوع حلو، امبارح تعلمت شغله تعلمتها من جوزيف باجتماع الصلاه، يعني كان هيك وقت حلو. قليل المرات اللي انا بجي بقعد فيها بالكنيسه، ما كثير بعمل اشياء، بجي بقعد بس بحضر، فانبسطت انه امبارح هو كان عم يقود كل شيء، انا قعدت حضرت ورا وهيك الرب كلمني عن جد، كان عم يحكي موضوع حلو عن الأعمى اللي شفاه الرب يسوع، وعمل شيء هيك كتبنا كنا يمكن شو الأشياء اللي فينا بتفصلنا أنه نشبه يسوع، وصرنا نصلي وحسيت هيك قديش فيني أشياء رب يمكن ما بدي بعد أشتغل عليها أكثر، بس مع هيك أنت دائما عنده هيدي النعمة، هيدا الحب تجاهي، هيدا الرغبة أنه يشتغل فيني مع أنه عندي كثير نواقص، عندي كثير أشياء غلط. فهيك كان وقت حلو انبسطت فيه وحسيت هيك بحب الرب، مع اني كان نهار متعب، كان نهار طويل و ايه، بس كان اسبوع حلو بشكل عام. شو عنا اليوم بالحلقه؟ كثير اشياء كثير. ايه حسيت حلقه دسمه اليوم. ايه اكيد، بما انه معنا ضيوف عنا شو كيف بتفكر؟ نتعرف على ضيوفنا كيف بيفكروا، وشو كمان في عنا؟ مكملين معك بنتعلم سوا بالاعمده، العواميد، العمود الثالث، العواميد الاساسيه لبناء خدمه حقيقيه. تابعونا تتكفوا الموضوع معنا. جميل. وعنا ريبورت كمان رح نحضره ونشوف عن شو بيحكي وعنا واتسابات وعنا كثير اشياء صح؟ اكيد. طيب بلكي بما جوزيف هيك يبلش لنا، زوزو بيظبط لنا هيك ترنيم، يبلش ترنيم، رح نبلش دغري بسؤال على الواتساب. اها حلو. يلا بما انه هيك قاعدين هيدي القعده الدسكشن، في صديق او صديقه ما بعرف، غالبا صديقه بحس، بتقول سلام المسيح بقلوبكم يا بركة، عندي سؤال، شو الفرق بين النميمة وفشل الخلق؟ لأنه أوقات بحس بعدم راحة أو أني عم بعمل شيء غلط لما أحكي عن الناس، بس بكون فعلياً عم فضفض لصديقة أو زميلة عن تصرفات اللي بتضايقني من نفس الأشخاص وبتكرار. شو الفرق يا شداي؟ بعتقد الفرق هو القلب، كيف يعني اذا انا عم بحكي هيك حتى لاني مش طايقته للشخص، او اذا عم بحكي حتى لانه مش فاهمه ليش هيك، عم جرب افهم ليش هو هيك شخصيته، عم جرب استوعب، او اذا عم بس خلص عم عصبه منه وعم بحكي من غضب. هذا الفرق. انا بعتقد الفرق اذا انا عم حط شكايه على هذا الشخص قدام الناس اللي عم بحكي عليهم، يعني هل انا عم جرب انزعله سمعته شوهها بطريقه معينه، او خلي اللي قدامي حتى لو هو بيعرفه ياخذ صفي بطريقه او باخرى، او يفكر عنه بطريقه، هيدا الفرق بين النميمه وبين اني يكون عم بحكي، لانه احنا بشر نحتاج ايام نحكي مع ناس تنعرف عن حالنا تنتعلم. فبس الفرق بين انه هيك تكون، كيف شو قلبك انت بدك تنزع سمعه الشخص اللي قدامك، او اذا حتى ايام ما بتكون تنزع سمعته انه بس هيك تحط عليه نقط سوداء قدام الناس، ولا
حابب عن جد تفهم كيف تبني علاقة احسن مع هذا الشخص. انا بعتقد انه بيفصل خط كثير رفيع بين النميمه وفشل الخلق وبظن روح الرب تروح هيك الرب بعتقد نوقع فيهم بنصير مزبوط يعني انت بفوت تترك روح الرب يقودك يعني انت بمحلات تكون عم تفش خلقك بس بتحس بمحلات قلبت نميمه فساعتها بتعمل ستوب مفروض انك تسمع صوت اللي بيقول لك انه لا صارت نميمه وقف وقف واذا ما وقفت ساعتها بتكون بلشت دخلت بدوامه النميمه وما بتعود تطلع منها صح يمكن بنعرف انه اذا صارت نميمه اذا مبسوطين انه عم نحكي بطلت فشت خلق انه انا زعلانه انه عم بحكي صار معي هيك صرت مبسوطه انه عم بخبر ليكو شو عملوا فيي واحد اثنين ثلاثه بصير فرح يعني انه ليكو شفتوا شو عم طلعي الخطا بدل ما تفيل سوري انه صار هيك ايه انه حرام انه يا ريت هذا الشخص مثلا يتغير بدل ما تزعلي على شخص تكوني عم تحكي مثل ما انت بفرح